كبير مثل العام هي كتبوا تكافولي واحد النقطه اللي دخلت في المجال بشكل عام، وهي نقطه اللي كتعرف ماشي الفاعل المحلي ماشي على مستوى النظام على المستوى الوطني والا ما نقول على المستوى الدولي. لقاش اي شخص قريب كنطلع على واحد القناه البلجيكيه كنلقى بان فعلا حتى هما عندهم الازقه ديالهم هذه المساله ديال انهم فرشوا بكاد ومصوب. بالتالي هذه النقطه خصها تتخاد، وكنظن ان المجلس البلدي حقا كان كيف في الوقت اللي تاخذ ذاك القرار ربما يعني استلهام من جهه اللي هي، وهذا هو التوجه العام. انا اعتقد بان هذا هو غيكون التوجه العام على المستوى الوطني، هو تخصيص اماكن محدده في الزمن والمكان. لقاش هذيك القضية ديال التثبيت ولا ديال ديك الأسواق النموذجية جايبة بينات بأن الناس ما كيجلسوا شيء، زعما بسبب بينات ولكن كتبقى هذه المسألة ديال أن دير ليه أسواق يعني تحدد ليه ساحات وأماكن محددة في الزمن والمكان هي الأقرب للنجاح، هي الأقرب للنجاح. طبعا يعني المجلس مسكور يعني خدا القرار ديالو في هذا الشأن هذا اللي كان فيه إجماع ديال الإخوان. غادي يبدا التفعيل ديالو بالطبع. حنا فاش يعني فتولينا ما كنقولش بانه ما كانش عمل قبل، الحمد لله دائما كاع اللي دازوا اللي تعاقبوا كلشي كان كيشتغل. غير هو الظاهره يعني كتاخذ في كثير من الاحيان بعض الابعاد اللي خص تعالجها. تجي وتقول القضاء لحقاش غاتجي عليه هو اللي درنا هنا الان، يعني كان فاش جينا كنتوا عاقلين بلا الساحه ديال الامينه كي كانت، يعني حاولنا ما امكن ان مركز المدينه نحاولوا ندفعوا بهذا الشيء شويه. هو اللي الاقل الاخوان كيلاحظوا كيلمسوا بان هناك مدير واحد المجهود اللي هو باشتراك الجميع راه سخرت وسائل اللي هي مهمه من رجال السلطه، والسلطه يعني مجلس بلدي سخر امكانياته الامن يعني كان واقف، الحرس الترابي كان واقف، يعني هو مجهود جماعي. يعني فاش الحمد لله درنا ليه التفليت استطعنا اننا نحققوا هذه الاهداف. حنا ماضيين، حنا غاديين ماضيين في هذا الهدف الاستراتيجي اللي وضعناه هو اننا نعطيو واحد الصوره مشرقه للمدينه بلا ما ننساو ذوك الفئات. لحقاش اللي غادي يقول لك تقضي عرفوا بانه هذه القضيه ماشي سليمه من ناحيه الطرح ديالها، ولكن ان الناس ندير لهم اماكن محدده. لحقاش شنو هو اللي كيعيقنا في العمل ديالنا؟ هو غياب عقار. كون كانت عقارات موجوده مساله سهله غادي تقول للناس اللي سوا هنا، ولكن غياب عقار دوك اعتاد المجلس اعتاد على هذه المساله اللي هي مطروحه ماشي تجربه يعني مطروحه، وكنقول هو الحل اللي خصو يكون ان شاء الله على المستوى الوطني. دونك هذه القضيه غادي نمشيو فيها. وهنا قريت من خلال العرض كاينه ديك الساعه الشبيه يعني عدد مجموعه من المبادرات اللي قمنا بها، ولكن وصلنا حتى للساعه الشبيبه. غير هو كيبقى اننا دينا الحمد لله ديجا في تفعيل القرار. كنتمنى اننا نزيدو نوسعو الاماكن الاخرى اللي حددنا. علاش؟ لحقاش فاش كنمشيو كنحاربو الظاهره هذه فيها جوج ديال المقاربات. كاين المقاربه ديال الحوار انك الناس كتكلم معاهم كتقول لها ودي هذا الشيء اللي كدير ماشي هو هذاك، وكتقطع عليه الياس كتقول لها ودي الملك العمومي راه محرم فين غادي نمشي؟ دونك بالنسبة لي أنا فاش كاين هاد البدائل هادي على الأقل كتقول لي غادي تمشي هنا وتمشي هنا. كاين الناس اللي ما عندهمش غادي يبيعوا، بالطبع هذيك كاينة مقاربات أخرى. بالطبع حنا في دولة المؤسسات دولة القانون، وأنا شخصيا حيت كيجيوني أناس كيقول لك ودي فين غنمشي كنقول ليه هنا على مستوى النظام أنت تمثل نفسك، أنت كتدافع من حقك تدافع على راسك. ولكن راه الساكنة 155,000 حتى هي من حقها أنها تدوز في فضاء معين وتدوز في الريح وتدوز، يعني خصنا ناخذوا المقاربة خصها تكون يعني نظرة تكون جلوبال، فيزيون جلوبال فيها نظرة المواطن شنو باغي كيفاش بغي المدينة ديالو تكون، وهذيك الفئة هذاك الاقتراح اللي طرحنا. كنظن أن هذه هي المقاومة بشكل عام، هذا هو التصور اللي عندي. وحنا الحمد لله يعني اشتغلنا بشكل جماعي وهذه لابد نأكدها، ومازال كنشتغلوا بشكل جماعي. وأكيد خاص هنا الدور الثاني اللي خصنا نطرحوه على الإعلام اللي هو مشكور كيوا كبنا، ولكن خصو يقوم هذا الطود هذا ديال هاد كيفاش تطويق الظاهره. كذلك دور المواطن، لاخاش فاش كيعرض هذاك السلعه ديالو ماشي كيعرضها وكيجي واحد كيرضى منه. فاحنا في كثير من الاحيان كان جمع الناس وواحد كياخذ منه وانت كتجري عليه، انت كتجري عليه هو كياخذ منه كيتقدى منه. اذا هكا بالتالي نمشي بهاد الثنائيه اللي قلنا، المقاربه اللي فيها هذاك القرار اللي هو اتخاذ المجلس، كاين شويه ديال التواصل، وبالطبع المقاربه ما نقولش الامنيه، المقاربه اللي فيها شويه ديال الصرامه باش ما نبقاوش كل حاجه نعطيوها امنيه. لاقاش الصرامه خصها تكون في كثير من الاحيان خصها تكون بلا ما نظلموا الناس. لاقاش حنا خصنا ننظروا للمدينه ديالنا كيفاش بغيناها تكون. كنظن بشكل عام السيد الرئيس هذه هي التصور ديالي لهذا الموضوع هذا، وحنا مازال كنشتغلوا عليه وكنجعلوه بين الاولويات ديال العمل ديالنا في المدينه الضروري كنفتخروا اننا نشتغلوا يعني مع الاخوان ديالنا في هذا الباب هذا. شكرا. انا غير اللي يمكن
هذا بالنسبه للاخوان اللي هو يمكن مهميه. اذا كنا كل دوره من الدورات نقولوا دوره على الاقل الصحافه الفلانيه تحررت صافي هذا المشكل مع المشاكل اللي كاينين في المدينه. كاين ساحات بعدا اللي هما على الاقل اذا وصلنا حتى نحلوا فيهم المشكل بعدا راه غادي نعرفوا بانه راه زدنا راه مشينا لقدام. اما دابا المشكل هو ملي كنمشيو نخدموا شهرين ثلاث شهور ست شهور بعد ساعه وبعد داك الشيء كيرجع كما كان. هذا هو المشكل. دونك على كل حال حنا كنتمناو زعما قلنا لنا الدوره المقبله تعطيونا شي نتيجه. لو بيلون كاين ديجا لو بيلون كاين زعما ديجا لو بيلون كاين ديجا لو بيلون كاين ولكن نزيدو شهر زيدو راسك. Well, if you...